صباح الأمل والخير والسعادة على حضراتكم مشاهدينا الكرام. زي ما تابعنا في سياق التقرير السابق وتغطية فعاليات مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب في دورته 31، هذا المؤتمر إلهام حقيقة اللي بيبقى فيه عدد كبير جدا من المؤرخين من الدول العربية المختلفة اللي بيساهم بشكل أو بآخر في إحداث حالة من التلاقي والالتقاء الفكري والثقافي والعلمي والتاريخي. هذا العام المؤتمر يحمل عنوان أو شعار فلسطين، فلسطين عبر كل العصور، وربما يأتي اختيار فلسطين والقضية الفلسطينية التي كانت وما زالت في عقول وأذهان كل مواطن عربي، ولكن في هذه الأثناء تحديدا تشهد فلسطين وتحديدا قطاع غزة حرب إبادة جماعية واتباع إسرائيل لسياسة الأرض المحروقة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية وسط ثبات وصمود الشعب الفلسطيني الأعزل رغم امتلاك يعني هذا الكيان الصهيوني الغاصب هذه الترسانة الكبيرة العسكرية. نتحدث بشيء من التفصيل عن أهم وأبرز الملامح التاريخية والحقب الزمنية المختلفة لفلسطين الحبيبة، وما الذي قدمه مؤتمر هذا العام في تسليط الضوء على الملامح والمعالم التاريخية لفلسطين التاريخ والأرض من خلال لقائنا مع ضيفنا الكريم في هذه الفقرة في هذا الصباح وعلى الهواء مباشرة بالأستاذ الدكتور طارق منصور أمين عام اتحاد المؤرخين العرب ووكيل كلية الأداب جامعة عين شمس السابق. دكتور طارق صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا. أهلا بك وكل السادة المشاهدين صباح الخير. صباح الخير، أولا طبعا منورنا ومشرفنا وجزيل الشكر على تلبية الدعوة وبنحيي ومنهنيك على انعقاد هذا المؤتمر الهام والحرص ان يكون هذا المؤتمر بشكل سنوي. اكيد كل سنه بيبقى فيه فعاليات وانشطه مختلفه، ولكن هذا العام له خصوصيه تتعلق بالحديث وتسليط الضوء والتركيز على فلسطين بشكل كبير في ظل الحرب الطاحنه للاسف بعد عمليه طوفان الاقصى من قبل الكيان الصهيوني الغاصب بحق الشعب الفلسطيني الاعزل. أولا اسمحي لي أن أشكر قناة النيل الأخبار لاهتمامها بهذا الحدث وتغطيتها لوقائع المؤتمر وما زالت، كل الشكر والتقدير للتلفزيون المصري. شكرا لحضرتك. ثانيا انعقاد المؤتمر جاء منذ عام تقريبا، تقرر في المؤتمر السابق قرار جماعي لكافة المؤتمرين الحضور أنه لابد من دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على هوية فلسطين العربية والتأكيد على القدس مدينة الأديان الثلاثة عربية أيضا. والحقيقة حجم المجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال في إسرائيل على مدار العام لا يوجد ما يبررها من الناحية الإنسانية على الإطلاق، ليس هناك في قاموس الإنسانية كل هذه الأفعال التي ارتكبت بمبررات وهي لا توازي حجم الإجرام الذي يمارس ضد الشعب الأعزل، ضد الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز إلى آخره. النهاردة إحنا أمام مشكلة كبيرة، أكثر من 46 ألف شهيد من الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز والمرضى، أمام تدمير للمستشفيات والمدارس والبنية التحتية، يعني انتهاك صارخ لحقوق الإنسان غير مبرر. عندنا أكثر من 150 ألف جريح ومعاق وبسبب هذه الحملة الجنونية المجنونة الشعواء التي تشنها دولة الاحتلال على الأبرياء والعزل. من هنا جاء قرار الجمعية العمومية في العام الماضي أن لابد من أن المؤرخين العرب يكون لهم كلمة للحفاظ على الحق العربي في فلسطين والحفاظ على القضية الفلسطينية حتى لا تموت. فإذا لم يكن المؤرخين هم الذين يتحدثون عن حقوق الشعب العربي الفلسطيني في بلدهم وفي أرضهم وفتح المجازر اللا إنسانية التي تتم الآن على أرض فلسطين ضد أهالي البلاد العزل، من الذي سيفعل هذا؟ هنا الواجب الأدبي والتاريخي والأخلاقي للأمة صحيح. العربية هو الذي حث الجميع على هذا القرار. ويمكن أنا امبارح في كلمتي
شبهته ما يحدث الآن في اتحاد المؤرخين العرب بما حدث في حرب أكتوبر 73 حين اجتمعت الأمة العربية كلها حول مصر لدعمها في حرب 73 ضد الكيان الصهيوني. ولربنا أنصفنا وكرمنا وحققنا النصر وبتفوق صحيح. أو حدثت المعجزة وبتفوق في 73. من بدايات الأمس يعني إحنا بنكرر نفس المشهد ولكن بصورة حضارية وليس بصورة همجية كما صحيح. تفعل قوات الاحتلال. اجتمع المؤرخون أكثر من 200 مؤرخ جاءوا من كل أنحاء الدنيا بلاد العربية إلى مصر ويعني شدوا الرحال إلى مصر كما نقول من أجل أن تكون هناك كلمة موحدة للأمة العربية من خلال أبنائها المتخصصين من المؤرخين والمؤرخات. يمكن يا دكتور يعني احنا بنتكلم على هذه الحرب البربرية إنجاز التعبير وأن شهوة القتل كانت وما زالت مسيطرة على العقيدة الصهيونية، استباحة كل شيء، استباحة الأرض والعرض والنساء والأطفال، المستشفيات، المدارس، كل ملامح الحياة، وبالتبعية استباحة الملامح التاريخية أو محاولة طمس الهوية الفلسطينية العربية. كيف ترى هذه الممارسات والانتهاكات الصهيونية وسط تخاذل للأسف المجتمع الدولي من هذه الممارسات؟ للأسف الشديد ما يحدث الآن ومنذ عام هو جرائم ضد الإنسانية، لا توصيف لها سوى أنها جرائم ضد الإنسانية يمارسها الكيان الصهيوني ضد العزل من أبناء الوطن الفلسطينيين، وذلك بهدف إعادة ما حدث في 48، وهو الدرس الذي استوعبه الفلسطينيون جيدا واستوعبته الأمة العربية. وهنا لابد أن احنا نشيد بالدور المصري في هذا الموضوع. ما حدث في 48 كان إجبارا للفلسطينيين على التخلي عن أراضيهم والخروج خارج الوطن واللجوء إلى دول الشتات، يعني منهم من ذهب إلى لبنان ومنهم من ذهب إلى الأردن ومنهم من جاء إلى مصر مع وعد بإعادتهم مرة ثانية بعد أن تستقر الأمور. ومن 48 لحد الآن لم تسمح إسرائيل لهم بالعودة إلى وطنهم صحيح. فده كان شكل من أشكال التهجير القسري لأبناء فلسطين. هذا هو المخطط الإسرائيلي الآن الذي يمارس مع غزة، وهو التهجير القسري لأبناء غزة وتخويفهم وإرعابهم مع الضغط على مصر لاستقبالهم على أراضيها مع وعد بإعادتهم مرة ثانية حين تستقر الأمور. هو نفس السيناريو الذي حدث في 48، ولكن هذه المرة الفلسطينيون استوعبوا الدرس جيدا الذي حدث في 48 صحيح. ومن ثم هناك مقاومة مستميتة على أجساد وجثث أهالي البلاد الفلسطينيين حتى لا يتركوا الأرض. ومصر يعني لعبت دورا أساسيا صحيح. ودفعت فاتورة وما زالت تدفع فاتورة هذا الموقف المشرف حتى لا تموت القضية الفلسطينية. كان من السهل على القيادة المصرية أن هي تقول أمين للقوى الإمبريالية التي تضغط على مصر لاستقبال أهالي غزة على أراضي سيناء أو كذا، ولكن النتيجة هو صحيح. نفس السيناريو الذي حدث في 48. الإخوة الفلسطينيين مثلا في 48 كثير منهم راح بيروت وراح لبنان وكذا، وحتى اليوم زالوا يعيشوا في المخيمات الفلسطينية بلبنان وغير مسموح لهم بالعودة إلى بلادهم مرة ثانية. فهو كان نفس المخطط اللي كانت بترسمه في 48 بترسمه إسرائيل مرة ثانية إن هو يتم تنفيذه الآن. لكن نحن الآن أكثر وعيا صحيح. للمخططات الصهيونية للتهجير القسري لأبناء فلسطين وتحديدا أبناء غزة. عشان كده ده يبرر الصمود الغزاوي في مواجهة الآلة الاستعمارية الصهيونية الإمبريالية التي تمارس حربا عشواء ضد الإنسانية. صحيح. يمكن اتصالا واتساقا بما ذكرته من كلمات دكتور طارق متعلقة بالموقف المصري الحازم والحاسم والتصريحات التي جاءت تحديدا على لسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه لا للتهجير القسري ولا لتصفية القضية الفلسطينية وأنه لا يوجد أرض بلا شعب. هذه الجزئية
مصر كانت وما زالت حريصة عليها. ربما يتساءل البعض عن استضافة مصر لبعض يعني أهالينا من المواطنين العرب، سواء من سوريا، من ليبيا، من العراق، من السودان، وكذلك بعض الفلسطينيين مقيمين يعني بكل ترحاب على أراضينا في مصر. ولكن النموذج الاستثنائي الذي تسعى فيه إسرائيل إلى تصفية القضية الفلسطينية لا يقاس على باقي اللاجئين أو النازحين من الدول العربية المختلفة. طبعا هم أشقائنا وإخواتنا، وكننا في العروبة دم واحد، ومصر هي قلعة العروبة. دي حقيقة مفيش فيها مراء يعني، ولكن مصر تفتح ذراعيها، أو كما أقول دائما النيل يفتح ذراعيه. هلم تعالوا لما نتأمل في خريطة مصر كده. فمصر فتح أبوابها لكل الأشقاء العرب، يعني شفنا مع الحرب العراقية الإخوة الكويتة جم وعاشوا في مصر تماما زي المصريين واستثمروا وتملكوا. وهو بعد شوية الإخوة العراقيين مع الغزو الأمريكي جم مصر، بعد شوية الإخوة أشقاء السوريين جم مصر وعاشوا بيننا وأهالي، والإخوة السودانيين مؤخرا، وغير ملايين الأفارقة الذين يعيشون في مصر منذ عشرات السنوات. مصر ليست عندها مشكلة في استيعاب الآخر واستيعاب أشقائنا العرب، لأن احنا في العروبة دم واحد. لكن زي ما تفضلت سعادتك وأشرتي مع حالة غزة، دي حالة استثنائية، لأن مصر إذا قالت أوكي يبقى ماتت القضية الفلسطينية. صحيح. ماتت، لأن الخطوة التالية التي ستليها أن إسرائيل ستعلن رسميا ضم غزة إلى الأراضي الإسرائيلية. لأنه خيط رفيع، يعني البعض ممكن يفسر أن مصر بترفض استضافة أهالينا في فلسطين، فهذا خيط رفيع ما بين الحفاظ على هوية هذه القضية وعدم تصفيتها وبين الاستضافة، لأن في البعض من الفلسطينيين مقيمين بالفعل وإحنا منصهرين معهم يعني على الأراضي المصرية. ده صحيح، بس العقلاء والحكماء فاهمين الموقف المصري جيدا، وعارفين ان مصر يعني الضغوط الاقتصادية احنا فيها هي جزء من الثمن اللي احنا بندفعه في موقفنا المشرف تجاه القضية الفلسطينية. يعني النهاردة حضرتك ببساطة جديدة الناس مش واخدة بالها، لما الأسطول الأمريكي والبريطاني والفرنسي يسدوا باب المندب ومنطقة بحر المتوسط عشان بحجة ان احنا بنتفادى هجمات الحوثيين على القطع التجارية والسفن التجارية، ده السبب الظاهري. انما السبب الحقيقي هو تضييق الخناق على مصر اقتصاديا، ومن ثم انخفاض عوائد قناة السويس نتيجة عدم مرور السفن من قناة السويس. ده ثمن احنا بندفعه نتيجة موقفنا المشرف في الحفاظ على القضية الفلسطينية. ما احناش مصر عمرها ما كانت بالخسة ان هي تبيع القضية العربية ولا تبيع القضايا المشتركة بيننا وبين أشقائنا العرب. مصر دولة شريفة، دولة دايما تسعى للحق العربي، دايما تعلن الكلمة بشرف، أو إذا جاز التعبير مصر دولة شريفة، يعني ده توصيف أعتقد مناسب جدا. مصر صح. دولة شريفة عندها مبادئ وقيم وتقاليد وعقيدة، وبالتالي احنا على قد ما نخسر واثقين في ان ربنا عز وجل دائما حارس مصر ودائما سندها، ودائما القيادة السياسية بتعمل على لحمة الوطن وعلى لحمة الأمة العربية. كون ان البعض مش مستوعب هذه دي مشكلته، او صحيح. قصور في الاستيعاب ده طبيعي في مش كل الناس، يعني حتى تعرفي سعادتك ربنا عز وجل حتى في القرآن الكريم ما بيخاطبش عامة الناس، بيخاطب أولي الألباب. صحيح، بيخاطب أولي الألباب، أصحاب العقول، أصحاب العقل اللي هم عندهم القدرة على إتيان الحكمة وإعمال العقل فيما يحدث. من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صحيح. لذلك المحللين السياسيين والناس الخبراء عارفين حقيقة الموقف المصري، وعارفين أن مصر بتدفع فاتورة هذا الموقف، وعارفين أن الشعب المصري صبور وبيتحمل في سبيل مساندة أشقائنا الفلسطينيين، أشقائنا في العروبة وفي صحيح. الإنسانية. صحيح. وفي محاولاتنا المستميتة للحفاظ على الأرض وعلى الهوية العربية للأرض فلسطين. طب اتصالا بالحفاظ على الأرض والهوية الفلسطينية، وحيث أكيد بتتابع زي ما كلنا بنتابع يعني الممارسات الصهيونية في تغيير الملامح التاريخية، حتى ده بينعكس على الكتب والمناهج الدراسية، بيترجم في الخرائط اللي بتنشرها إسرائيل وبيتم رفعها على النت، إنه فلسطين مش موجودة أو مساحة الأرض دي كلها من
نميل إلى الفرات لإسرائيل. كل هذه المحاولات التي تهدف إلى تزييف وطمس الحقائق والتي بتعكس جملة من الأكاذيب والأوهام والافتراءات المختلفة الذي يسوقها هذا الكيان الصهيوني الغاصب في أي سياق وفي أي إطار تراها؟ دورنا احنا الكلام اللي سعادتك قلتيه ده منعكس على وقائع المؤتمر والاوراق العلميه المقدمه، حتى لا يموت الحق العربي، حتى لا يستخدم الصهاينه. انت عارفه المشكله ليست مع اليهود، اليهود ما عندهاش مشكله مع اليهوديه خالص، انما المشكله مع الحركه الصهيونيه والفكر الصهيوني اليهودي اللي موجود في فلسطين الان، اللي بيتسم بالتطرف والعمل ضد الانسانيه والارهاب المطلق لاصحاب البلاد واهالي البلاد. فدي من هنا بتيجي المشكله الرئيسيه. فعشان كده المؤرخين العرب لما اجتمعوا وقدموا اوراق، عايز اقول لسعادتك والساده المشاهدين احنا جالنا اكثر من 180 ورقه، المفترض نتخير منهم 30-35 ورقة. هذا الكم الهائل من الأوراق المقدمة والأبحاث الرفيعة المستوى المقدمة كلها جاءت من أجل فلسطين، من أجل إثبات الحق العربي ولنقل شكل من أشكال المقاومة العربية المشروعة الراقية صحيح ضد المزاعم الصهيونية الإسرائيلية في الأرض. يعني لما تيجي أبحاث تقدم وتثبت بالدليل التاريخي والدليل الأثري إن ما كانش في حاجة اسمها أثار يهودية في القدس، لا في القرن الرابع ولا في الخامس ولا في الثاني ولا في الثالث ولا في الرابع، إذا من أين جئتوا هذه المزاعم؟ ما فيش حاجة في عندنا في المصادر التاريخية اللي بنسميها البرايمري سورسز تقول إنه كان في حاجة اسمها حائط المبكى، لكن صحيح. أنا عندي حائط البراق، لكن ما عنديش يعني ثابت تاريخيا حائط البراق، لكن صحيح. ما عنديش حاجة اسمها حائط المبكى في المصادر التاريخية أو الشواهد. لما تيجي الأدلة التاريخية وتثبت أن الأباطرة الرومان دمروا هيكل سليمان وحرطوا الأرض، حرطوها بالمحرات كده عشان تمحى تماما ويتم طرد اليهود من القدس وتحريم دخولهم إليها كنوع من العقاب لهم على أيدي الأباطرة الرومان. الكلام ده في البدايات الأولى خالص. كل ده محتاجين أن احنا صحيح. نقوله، محتاجين أن احنا نبرزه، محتاجين أن احنا نفند حجج المؤرخين والأثريين اليهود عامة اللي بيحاولوا يثبتوا بأي شكل، وحتى وإن كان بالتدليس والكذب إن فلسطين إسرائيلية وإن إسرائيل متغلغلة منذ القدم، الكلام ده غير صحيح. وكل الأوراق التاريخية والأثرية تعتمد على البرايمري ريسورسز، سواء كانت شواهد أثرية أو مدونات تاريخية أو مخطوطات أو كلام مهم جدا جدا بيتقال في وقائع المؤتمر يثبت بالدليل العملي صحيح. إن فلسطين أرض عربية. صحيح. يمكن من الأمور اللي أشبه بالكوميديا السوداء أنه في الحكومة الإسرائيلية في حقيبة وزارية بتحمل اسم وزارة الثقافة والتراث، يعني وزير التراث الإسرائيلي. عن أي تراث يتحدثون؟ يعني حتى هو اسمه الياهو كان ليه حتى تصريح أخير مع بداية هذه الحرب اللي كان بيجاهر فيها بالكراهية للشعب الفلسطيني، وقال أن ما يحدث أقل يعني بكثير هو يريد إسقاط القنبلة النووية أو الذرية على الشعب الفلسطيني حتى تتحقق الأهداف الصهيونية. وزير طيب يعني التراث يعني الإسرائيلي. إحنا بندعوه إلى فعل هذا حتى يعني يحاكم عالميا هذا العدو الصهيوني. يعني ده كلام غير منطقي وغير مبرر، ودي تصريحات عدائية مباشرة يجب أن يحاكم عليها قائلها. لأنه الحقيقة بكل أسف يعني إحنا التراث بتاعهم هو تراث قايم على العصابات اليهودية التي صحيح. كانت تقتل في أبناء البلاد العزل من بدايات القرن العشرين فصاعدا. فأي تراث عن أي تراث يتحدث؟ الحاجة الثانية أنه ليس هناك يعني أأمن من أصحاب البلاد في الحفاظ على هوية الأرض وعلى هوية المقدسات الآثرية اللي موجودة
سواء كانت يهودية أو مسيحية أو إسلامية، طول عمر فلسطين عايشة في سلام عبر العصور، وطول عمر صحيح. الأمة العربية محافظة على المقدسات الدينية بكافة أشكالها على أرض فلسطين، وطول عمر الحج المسيحي واليهودي ما فيش، ليس هناك ما يمنعه إلى أراضي فلسطين، بل بالعكس هناك تعظيم لهذه الأماكن وصيانتها والحفاظ عليها من قبل وزارة الآثار الفلسطينية قبل ما تقوم دولة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. فدي كلها مزاعم فارغة ومزاعم ضد الإنسانية، ومزاعم يعني الواحد بيحزن لما بيشوف إحنا في القرن 21، يعني في فترة ما ينبغيش إن إحنا نتكلم بهذا الشكل صحيح. العدائي بدون ربما أي لأن مبررات. إسرائيل تتعامل في هذا الشأن بأنها فوق المساءلة وفوق القانون وفوق الشرعية الدولية، وبالتالي هي يعني تعيث في الأرض فسادا وتستبيح كل شيء بلا مساءلة، وسط تخاذل ربما المجتمع الدولي بشكل كبير. والله بص يا حضرتك، يعني هم بيمارسوا الإرهاب على شعوب مستضعفة. يعني لما نيجي نستعرض الخريطة العربية المحيطة بدولة الكيان الصهيوني، هنلاقي أن جميع الدول العربية المحيطة بهذا الكيان كلها مصابة بالجروح. فأنت بتستعرض عضلاتك على صحيح. مصابين صحيح. على دول مصابة على دول مصابة ليس إلا، وهذا لا يشير إلى أن أنت صاحب قوة مطلقة في المنطقة إطلاقا. ودليل استهداف الأطفال الفلسطينيين، يعني ما الذي يمثله الطفل الفلسطيني من تهديد الأمن القومي الإسرائيلي حتى تستهدفه بهذه البشاعة وهذه القسوة؟ ده صحيح، وعشان كده لابد أن احنا نثمن جهود السيد الرئيس في تعظيم قوة الجيش المصري وتطويره وتحديثه وإعادة تسليحه. صحيح. عشان يكون قوة ردع في المقام الأول وليس قوة هجوم، عشان يكون قوة ردع، لأنه القرآن الكريم بيقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. صحيح. فمصر جاهزة، والسيد الرئيس قال إحنا جاهزين في أي وقت والحمد لله. لكن الفكرة كلها إن إحنا مصر هنا ما كانت دولة عدائية ولا دولة صحيح. هجومية ولا كذا، ولكن يعني لولا قوة مصر العسكرية كان الأمور يبقى فيها شكل تاني ولها وضع صحيح. تاني. لكن الحمد لله رب العالمين أنه القيادة المصرية كان عندها بعد نظر من 10 سنوات مضت، وبالتالي بدأت الخطة لإعادة تأهيل وتسليح وتجديد الجيش المصري وتحديثه بأسلحة بلا شك هي أسلحة يعني الكل يعني يعمل لها ألف حساب. صحيح. لأن النهاردة العالم لا يحترم إلا القوي. صحيح. لا يحترم الضعفاء زي ما احنا بنشوف للأسف الشديد. النهاردة مصر عندها واجب أخلاقي تجاه أشقائها العرب، إن هي تسعى بكل السبل الممكنة والمشروعة للحفاظ على الحق العربي أيا كان، سواء كان حق عربي فلسطيني عراقي سوري لبناني. مصر صحيح. بتدعم كافة القضايا العربية وبتضمن الحق العربي بقدر ما تستطيع وفي ضوء القوانين صحيح. القائمة عالميا أو محليا. النقطة الأخيرة اللي عايز أقولها في هذا السياق أنه ما ضاع حق وراءه مطالب. صحيح. ما ضاع حق وراءه مطالب. كان من الممكن أن الأشقاء الفلسطينيين يرضوا ببضع مليارات أو بوطن بديل وخلاص، يعني أهو إحنا عايشين حياة أفضل. لكن الحقيقة التمسك بالأرض، بنثمن الدور الفلسطيني وبنثمن بسالة أهل غزة في مقاومة الآلة العسكرية الغاشمة للكيان الصهيوني المحتل للبلاد، وبنشد عليهم وندعو الله لهم أن يا ربي يشد من أزرهم ويخفف عنهم ألمهم وجروحهم. ودايما بنقول لهم يعني مصر والقيادة السياسية في ظهركم، وطول ما ربنا عز وجل معنا عمر حقنا ما هيضيع. صحيح. أنا في النهاية بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ الدكتور طارق منصور الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب ووكيل كلية الأداب جامعة عين شمس السابق، وأستاذي بالمناسبة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا يا دكتور، نورتنا وشرفتنا. شكرا لحضرتك، ومتواصلين مع حضراتكم في هذا الصباح ولكن بعد هذا الفاصل.